بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نحاول أن نشرح ظاهرة تقع في البحر، وهي هروب البحر من بعض الشواطئ، وكذلك مد عالي في البعض الآخر، حيث نلاحظ أن هناك يكون هناك مد عالي قد يصل إلى الدخول إلى شواطئ المدن، وفي بعض الشواطئ نلاحظ جزرا غير عادي جد كبير. إن الضغط الهيدروستاتيكي التوازني في السوائل يكون بمفعولية أكبر من الهواء، لأن السوائل أكثر أو أكبر كثافة يتلان، فإن ضغط المحيط تحت المياه يزداد بمقدار 1 بار لكل 10 أمتار، لكل عمق مقداره 10 أمتار. إن توزع مياه المحيطات على سطح الأرض ثابت، لكن الحركة الميكانيكية لارتحال المياه ارتحال الماء من مكان لآخر يتم بعملية المد والجزر، وهذه العملية تخضع لجاذبية القمر والشمس ودوران الأرض حول محورها وما يعرف بقوى الطرد المركزي. فيؤثر جذب القمر بعملية المد القمري وجاذبية الشمس أيضا بعملية المد الشمسي، لكن ماذا إذا تم المد والجزر بشكل زائد عن حده؟ فمن أين جاءت قوى الجذب تلك التي، وما سبب ارتحال المياه وتراجعها بمناطق كما قلت في بعض السواحل لم تألف تلك الظواهر من قبل، حيث تتراجع مياه البحر بمسافات جد طويلة قد تصل لكيلومترات؟ إن قوى الطرد المركزي لمحور الأرض بحال تغير تصارعه لأجزاء من الثانية، إنه يسبب حتما اضطرابا جزئيا للبلازما اللينة كالسوائل، وبالتالي سيحدث لها ارتحال مفاجئ يتمثل بسحب المياه لمسافات عميقة تتناسب طردا مع قوى الإعاقة الحركية لمحور الأرض. إذن فإن الإعاقة الحركية أو الكبح الكهرومغناطيسي الذي تتعرض له الأرض هو الذي يجعل هذه الشواطئ تنجذب منها المياه وتهرب بعيدا، أو تدخل إليها مياه المحيط بعبارة عن تسوناميات صغيرة. كما قلت فهي تتناسب طردا مع قوى الإعاقة الحركية للمحور الأرضي. فإذا أخذنا كوب ماء وحركناه بشكل دائري بسرعة معينة، فإن الماء سيندفع نحو الحواف أو حواف الكوب بسبب قوة الطرد المركزي الذي مارسناه عليه، ويشكل قمعا فارغا. لكن ماذا لو غيرنا بتصارع الحركة، كنا ندور هكذا وفجأة أضرناه إلى الجهة المعاكسة، فإن الماء سيضطرب بمحور عطالته، وبالتالي ستتوزع تلك المياه أو توزع الماء سيختلف على حافتي الكوب، وهذا ما يحدث للأرض بالتحديد الآن. فقد ذكرت سابقا أن الإطباق الكهرومغناطيسي على حقول الأرض يشكل مكابح إعاقية لمحور التسارع الأرضي أو العطالة الأرضية، فأول من يتأثر بهذا الاضطراب هو الماء الموجود على سطحها، وإلى حد ما الصهارة اللينة القريبة من السطح كذلك من سطح الأرض. فعندما تبدأ الخسارة الوقتية ويزداد الإطباق أو الكبح الكهرومغناطيسي على الأرض، فإن هذا سيشكل بدء الارتحال أو ارتحال الماء من الكثافة العليا والكثافة العالية عند الانتفاخ الاستوائي إلى الكثافة الأقل نحو القطبين. فعملية المد المائي عندها ستكون في ذروته عند توقف محور العطالة
عن الدوران، لكن عند عودة الدوران ببطء ستبدأ الكتلة المائية الضخمة التي تمركزت عند القطبين بالانهيار بشكل أسرع مع ارتحالها بعملية مد فائقة السرعة وفائقة التدمير. هذا ببساطة ما سيحدث عند دخول الأرض بحقل الطارق نيبيرو البلازمي، وما نشهده الآن من عمليات مد أو تصاعد للصهار اللينة أو جزر جد كبير وما إلى ذلك يدل على أن محور الأرض هو الآن بالفعل يخضع لتلك الإعاقة الحركية ولذلك الكبح، وستزداد كلما اقترب موعد الوصول. ولا عجب من كثرة ثوران البراكين واضطراب تيارات الصهار القريبة من سطح الأرض وامتداد اندفاع التيارات الصاعدة لها إلى نقاط هشة ومتكسرة، خاصة عند حلقة النار بجزر المحيط الهادئ. فما هذا إلا إنذار خطير جدا، نهايته ستكون وخيمة عند البدء الفعلي بعملية التحول القطبي. لن يظهر الطارق نيبيرو بتة، فهل يأتي المطر بدون غيوم؟ فالله لا يعذب قوما حتى يخوفهم ليعودوا لعلهم يرجعون. لكن أظن أن ما وصلت إليه هذه الأقوام من الدنيا فلن يستطيعوا العودة أبدا. إن عملية توقف الأرض من الناحية العلمية ليست بالأمر السهل. هنا شرحت قليلا عن حال الماء وسلوكه المدمر عند الذهاب والرجوع، فكيف سيكون حال اليابسة ذات الكثافة الأكثر أو الأكبر من الماء؟ فأرجو منكم عدم الانجرار وراء الذين يصرون على موعد الوصول وتحديده. انتبهوا لما يجري حولنا فقط، فالعقول السذج ستعرف بموعد الوصول دون الرجوع إلى أي أحد. ودعوا عنكم تلك مواعيد سيصل في سفر لأنه ذكر في الحديث وما إلى ذلك، فأي سفر ذكر في الحديث؟ إن كانت بداية الأحداث العظام ستكون بسفر. نعم، نحن لا نضحد هذا القول بل نؤمن به، لكن في أي سنة سيكون سفر هذا؟ المهم يكفي النظر نحو الحزام المجري أو كوكبة القوس إلى منطقة كوكب زحل الآن، فإن الطارق سيكون بالانتظار وسنراه في السماء، وستراه الأرض جميعا، الأرض جميعا سترى، سيرينا آياته لكي نعود، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ الله سيري آياته للناس قبل وصول العذاب، فإذا لم يعودوا استحقوا العذاب سينزل عذاب الله وسيكون عذابا شديدا، لأنه سيجمع جميع أنواع العذاب التي سلطها الله على الأقوام السابقة من صيحات ورجم وخسف وغرق وجميع أنواع العذاب التي ذكرت في القرآن. فإذا قرأت آيات العذاب فتخيل أنه سيقول لأننا جمعنا في هذا العالم جمعنا جميع الموبقات التي كان يمارسها الأقوام البائدة الهالكة، وجمعناها نحن نمارسها مجموعة أو تمارس في هذا العالم مجموعة، وعذب من أجلها الأقوام لأنهم مارسوا، كل قوم مارس فاحشة ما. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.